شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم هل ليلة القدر هي ليلة 27؟ الله أعلم، قد تكون ليلة 27، قد تكون في 25، أو في غيرها من ليلة العشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان متحريها فليتحرى في العشر الأواخر. وأول عام علم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأواخر متى كانت؟ كانت ليلة 21. كانت ليلة القدر ليلة 21، أريها النبي عليه الصلاة والسلام، وأري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. أمطرت السماء ليلة 21، وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان سقفه جريد النخل، فوقف المسجد وابتلت الأرض، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم من صبيحتها في ماء وطين، فشاهده الصحابة حين انصرف من الصلاة، وعلى جبهته صلوات الله وسلامه عليه أثر الماء والطين. إذن متى كانت الليلة؟ ليلة القدر ليلة 21، ورآها جماعة من أصحابه في السبع الأواخر، رأوها في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحديها يعني في تلك السنة فليتحرها في السبع الأواخر. في السبع الأواخر، وقال: التمسوها في الوتر من السبع الأواخر. والوتر لا يختص بالسبع وعشرين، ولذلك مساكين بعض الناس ليلة 27 يقيم ويأتي مع الإمام ويصلي ويبكي ويخشى وغيره، ما يأتي، خلاص قمت ليلة القدر غفر لي. يا مسكين، من قال لك ليلة القدر ليلة 27 في هذا الشهر؟ قد تكون قبل أو بعد. ومن حكمة الله ورحمته أن أخفى علم عينها حتى يجتهد الناس في جميع العشر، وحتى لا يتكل الكسلان ويقول: خلاص أنا قمت ليلة القدر بنات.